الشعب يسترد قوته. هذه الدعوة التي جاءت بعد يوم واحد من حدث الإرهابيين زلزل أنحاء القاهرة والمحافظات وأعاد الكثيرين أحداث ليست سعيدة عاشها من وتذكرها الذين عاشوا فترة التسعينيات. هذا اليوم قد خلف أربعة أدوار فادحة بصورة الجماعة قد تحتاج إلى سنوات طويلة لترميمها. تظاهرات اليوم اتخذت ما يشبه النمط، مجموعات صغيرة تدور في أماكن عائلية في شكل مسيرات تصطدم بالأهالي، تحدث اشتباكات قد تنتج عنها إصابات وأحيانا ضحايا. نمط تكرر في كل من المعادي والإسكندرية ودمياط والبحيرة وأماكن أخرى سنتابعها مع حضراتكم. في الساعات القليلة المقبلة التي أصحابكم فيها سنتوقف في عدة محطات، سنحاول معا أن نرسم ملامح المشهد المصري اليوم بعد أحداث هذه الجمعة. سنقرأ أيضا أحداث الأمس وتداعياتها على المشهد السياسي المقبل. سنتوقف عند مستقبل الساعات القليلة القادمة في الحياة السياسية في مصر وأيضا في الجبهة السورية التي تنتظر ضربة وشيكة أو محتملة، سنحاول أن نقرأها عن قرب مع أحد مراسلي التلفزيون الألماني الزميل وليد الشيخ الذي كان قريبا جدا من الأحداث سيصف لنا مشاهداته. سنتوقف أيضا عند مستقبل الدستور، مستقبل لجنة الخمسين، وسيكون معنا أحد أعضاء لجنة الخمسين وهو الفنان التشكيلي المعروف الأستاذ محمد عبلة. سنتوقف أيضا لنقرأ مستقبل الإخوان المسلمين، الجمعية والجماعة والحزب. أرحب بحضراتكم وأسعد بالترحيب بضيفي على الهواء مباشرة لنتوقف عند خبر تضاربت الأنباء وحوله منذ صباح اليوم. هل جمعية الإخوان المسلمين؟ هل اتخذ القرار؟ هل تم تأجيل القرار؟ هل نحن في انتظار قرار المحكمة؟ كلها صور مختلفة لقرار واحد أو لخبر واحد تم تداوله بأكثر من طريقة ولكل منها تفسير. فما هي حقيقة الأمر؟ سنحاول أن نتعرف عليها من الأطراف الحقيقية للموضوع. أرحب بضيفي على الهواء مباشرة، أرحب بالأستاذ حاتم خاطر رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، كما أرحب بدكتور هاني مهنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي. أهلا وسهلا بحضرتكم. أهلا وسهلا. أبدأ عند حضرتك يا دكتور هاني، لو تقول لنا القرار اللي صدر، يعني الصبح سمعنا إن في قرار صدر بالحل، ثم حصل إن في نفي حكومي بحسب ما قرأنا في بعض المواقع الإخبارية بهذا القرار، إن القرار لم يصدر بعد وليس انتصار الحكم القضائي، ثم وردت وكالة ألف شين ألف الوكالة الرسمية خبر بيقول إن القرار اتخذ ولم يعلم بعد، فين الحقيقة وفين الشائعة؟ مبدئيا بس أعلن إدارة وزارة التضامن الاجتماعي الحادث الإرهابي المؤسف الذي وقع بالأمس في محاولة اغتيال وزير الداخلية. هو حادث متوقع زي ما قلنا، الإرهاب المتوقع اللي أعلنت عنه الدولة والتصويت المصري للفريق أبو عبد الفتاح السيسي ولوزارة الداخلية والحكومة المصرية لمحاربة هذا الإرهاب. كلنا في ظهر هذه الحكومة، كلنا في مواجهة الإرهاب. ربنا يا رب يرحم الشهيد جزاك النهارده وربنا يشفي الضحايا. عودة لقضية الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين وهي لازم نوضح في الأول إنها تختلف عن جماعة الإخوان المسلمين التاريخية التي ليس لها وجود أي وجود قانوني أصلا في مصر. منذ قام الرئيس السادس في 54 والرئيس جمال عبد الناصر قام بحله. إذا هم للتحايل على ذلك قاموا بمحاربة أو بإشخار جماعية. هي النقطة الحاجة شرطية برضه، هي كانت أحد أبرز الحياة السياسية في فترة السابقة، لأن هذا الكلام عندما أثير في فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي الجماعة أنكرته وقالت لم نحل ونحن موجودين، ولم يستطع أحد أن يستدل على صورة القرار الأصلي بالحل حتى هذه اللحظة. القرار موجود وشرطه موجودة. يعني كل فترة زي الحلقة معبر عليه مثلا عن عمد التصريحات المنصوبه لقيادات الجماعه بتقول ان القرار مش موجود، الجماعه لم تحل، احنا قعدنا شهر انفسنا تاني ولم نواجه باي قرارات حل استندوا لوجودهم حتى في اشكال عالميه فتحت مثلا رئيس السنه. طيب تعرف انت حضرتك ان هم عندهم ماكينه بعيده للكذب ويقدروا ان هم يزيفوا الحقائق، لكن جماعه الاخوان المسلمين جماعه ليس لها وجود شرعي، جماعه حلت بامر رئيس جماعه عبد الناصر سنه 54 وبعد ذلك تمت لها ملاحقات امنيه ومحاكمات. حينما عادت الى الواجهه على يد الرئيس الراحل السادات كان بقى الظروف السياسيه ويمكن احنا بنبني هذه العوده مره الان للساحه، لكن المملكه بشكل شرعي لم يعطش اشعار هكذا مع عرضهم من اي اشكال قانونيه، وده اللي دفعهم بالفعل في المجلس الماضي الى اشعار جماعيه تبع القانون الجسري تبع وزاره التضامن الاجتماعي لجمعيه الاخوان المسلمين، وكانوا محتاجين غطاء أو
وسيله للتمويل او مجرد وجهه يسند تحتاج خمسه جماعه جماعه اخوان المسلمين. وده اللي اضطرهم ان هم يشهروا هذه الجمعيه على نفس مقر الارشاد الذي قدم. ويمكن دي كانت النقطه القاتله لهم والتي بسببها ستحل هذه الجمعيه هذه الايام. لان هذا المقر الذي شهده وقائع بشعه من قتل المتظاهرين واصابه المصريين واحراز الارهابيين. انا ادخل في حيثيه القرار بالاول، ايه القرار المصري؟ هل صدر القرار الحل ولا لم يصدر حتى هذه اللحظه؟ طب ما هو ده التقدمه ديت لتوضيح القرار. القرار حيثيه يعني منذ تولى الدكتور احمد الجرعي وزير التضامن الاجتماعي اعباء الوزاره وهو وزير ثوري جاء من الميدان الى كرسي الوزاره كما اخذ عهد على نفسه كما اخذت هذه الوزاره بالكامل على نفسها ان تتبع القانون وتعلن من قيمه القانون ولا تلجا الى اي اجراء استثنائي. وده اللي دفع الدكتور الجرعي ان هو يتعامل مع جماعه الاخوان المسلمين من منطق القانون البحت ومنطق الاداره البحت. التعامل الاداري كما ينص القانون 84 لسنه 2002 ان ينظم عمل الجماعات الاهليه في مصر. وبالتالي حتى لا تتهم الوزاره وتتهم وزاره التضامن الاجتماعي بانها تسيس القرارات وده قد يستغل دوليين. فلو كان بسبب الضغوط الشعبيه المستمره بعد 33 من منحها لحل جمعيه الاخوان المسلمين لو كان الدكتور الجرعي اتخذ هذا القرار مباشره كان سيتم الطعن على ذلك القرار على الاداره الفلسطينيه مره اخرى للانديه. وده بان المركز الدولي سيء ان يقال ان الوزاره تسيس القرارات وانها تترسب بالاخوان المسلمين. ولذلك فهو اتبع الاجراءات التي نص عليها القرار وهي اداره التعليم. ولو سمح للامس انتهى المده الثالثه لهم ليتقدموا اعضاء مجلس اداره الجمعيه ان يتقدموا الى مقر الوزاره للدفاع عنهم فيما يوجد لديهم من مخالفات ولم يتقدم احد. وانتهى المده الثالثه تعتبر جماعه الاخوان المسلمين جمعيه الاخوان المسلمين في حكم المحلوله. يعني هو القرار هو المعمول حل القرار على مكتب الدكتور احمد الجرعي هو فقط يجهز يعني الشكل القانوني للقرار المذكره القانونيه المنسقه بالقرار والقرار يعتبر سيصدر خلال ايام. فقط الدكتور الجرعي عنده زياره لجنيف سويسرا وعند عودته سيتم عقد مؤتمر صحفي واصدار بيان رسمي من الوزاره تحل جمعيه الاخوان. يعني الجمعيه تعتبر محلها بحكم القانون حتى في اللحظه زي ما قالوا فيها زي ما يبقى الا باقي القرار او اعماله لو وفق للقانون الامور الثالثه من القرار خلاص الجمعيه اصبحت محلها بشكل تلقائي بالقرار. فان موضوع تحصيل حصل. فخلينا نقول ان الطرف الاخر من حيث بتقول الامور الثالثه اللي حصل عليها، هل كان في اي اطراف من الجمعيه او من جماعه بتتواصل مع الوزاره في خلال الثلاث مهلات وديته الانفرادات الثلاثه السابقه من طب رجعنا بقى للتبرر القانوني للموضوع. القانون بينص على ان اي جمعيه تثبت في حقها مخالفات او تتهم بمخالفات يتم الوزاره ترفع هذا الامر للاتحاد العام للجمعيات الاهليه طبعا التفاصيل دي والاتحاد العام يقدم تقريره بسبب الاتهامات بعد دراستها. وقد هم بالفعل اصدروا هذا التقرير بسبب الدكتور احمد الجرعي بتوجيهه بحل جمعيه الاخوان المسلمين. وبالتالي يجب ان يتلقى حسب القانون ان يخطر الجمعيه على مقرها وعلى العدوين اعضاء مجلس الاداره ان يتقدموا للوزاره للدفاع عن جمعيتهم ودفع التهم المنسوبه لهم او المخالفات. ولم يحكي ولذلك اعلنهم ثلاث مرات. يعني علمتهم على مقر مكتبهم على عناوينهم وعلى عناوينهم الشخصيه الموجوده في سنه في وزاره التضامن لما تم انشاء الجمعيه. بالظبط. ده كان انشاء الجمعيه عن مرجع الحاج بقى التفاصيل عشان ما يصبحش معانا هنا الاستاذ حاتم. يعني انشاء الجمعيه وهو الشكل القانوني اللي كان واخده لكن الشكل اللي كان واضح ما كانش كتاب قديم من بحث اللي هو لم يكن اكثر من كيان سوري. الاسماء التي تم وضعها في الجمعيه الاهليه المشهره باسم جماعه الاخوان المسلمين لم تكن هي قياده الجماعه حتى المعروفه وبدا ان هو نوع من انواع التحايل لايجاد كيان او وجهه قانونيه بخلاف حزب الحريه والعداله بخلاف الجماعه اللي زي ما تفضل الدكتور وقال ان ليس لها وجود قانوني. لماذا قبلتم في الاساس كاتحاد جماعات اهليه؟ هل انتم من جهه المدعي ان تقبل هذا الكيان بصفه جماعيه او ان تبحثها بشكل من الاشكال؟ لماذا تم قبول الجمعيه الاساس؟ طيب خلينا في البدايه برضه نؤكد على استنكار هذا الحادث الامام ويعني تعزينا للمتوفى ودعوتنا للمصابين بالشفاء العاجل وتمنياتنا لمصرنا العزيزه ان ربنا ينجيها من
مؤسستها من أي عبث العبث. ثانيا فيما يتعلق بالإشهار طبعا الاتحاد العام ليس له أي صلة بإشهار أي جمعية. هذا الأمر يخص هيئة إدارية في حالتنا هنا وزارة الشؤون أو وزارة التضامن باسمها الجديد. بس احنا لابد ان احنا نحط الموضوع في اطار ان تم اشهار هذه الجمعيه في اطار دستور بيخلي الاشهار بالاخطر. فهذا شيء طبعا يتعلق بالوزاره اللي هي ترد عليه او ان هي تشوف الاجراءات اللي مشيت فيها. طبعا لابد من المقر، لابد من اسماء المؤسسين، اسماء اعضاء مجلس الاداره. ولكن خليني اقول ملاحظه يعني يمكن خلال النقاش اللي حضرتك كنت بتدري دلوقتي مع الدكتور هاني فيما يتعلق بمستند حمل الجمعيه من ايام الرئيس لجمعيه فكل الجماعه او الجمعيه النهارده تقدم على اشهار، فهذا اقرب منهم من الجماعه يعني كما حضرتك بالمقابل بالظبط كده. فده ده 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 يعني طبعا دايما الجماعه ليست قضاء على القانون دلوقتي لان هي ليست جماعه. Yeah.
الاشخاص اللي حضرتك بتقول عليها مع اشخاص يعني ربما لم يسلم منهم لان مش معاهم تصاريح. فده كان احد المطالب اللي كثيرين طلبوا بيها ان يكون في مراجعه لحل التصاريح. Yeah.
انتشار ولا ايه مدى حضراتكم قادرين تتعاملوا مع ده لفتره زمنيه ما حدش يقدر يخمن ممكن تكون قد ايه؟ انا عايز اطمن حضرتك واطمن الشعب بس كله ان احنا يعني الناس المصابه دي استمرار بتتغير بصحه الزياره. الناس المصابه دي انا عايز اقول لك ان المعلومات مرتفعه جدا في تاجيل الشعب وكلمه كويسه من الجمهور في اي نظام او اي شخص او اي عسكري موجود في الشارع ما فيش ادويه بترفع معلومات وممكن يطبق الخدمه مره واثنين وثلاثه. ولكن احنا باستمرار قريب مش كبيرة من الزيارة اللي بيها ان احنا نجابل اي موقف اللي يحصل دايما الزيارة اللي يحصل باستمرار على قطاع عالية مستفيد من الزيارة. احد الاسئلة المطروحة في الشارع وتطرح بين وقت والتاني على استحياء، هل يمكن ان تلجأ القوات المسلحة لاعلان التعبئة بشكل من الاشكال او لاستدعاء احتياطي سواء لمواجهة الارهاب او لمواجهة اي حتى تطورات مشتملة على الجبهة السورية؟ لحد دلوقتي الامور ما تستغلش خالص ما يشاع ده الامور مستقره ومفيش اي مشاكل بتتسمح بالذات بتاعت وزاره الاموال دول حضرتك لسه موجوده في الشارع دي ما تمثلش مده كبيره بالنسبه للعزه تمت اختيار السلطه. شكرا جزيلا لحضرتك سياده اللواء اركان حرب توحيد توفيق قائد المنطقه المركزيه بالقوات المسلحه. شكرا جزيلا لحضرتك. ارجع مره ثانيه الى ضيفي في الاستوديو وارجع الى الموضوع الذي كنا نتحدث بشانه موضوع مستقبل الجمعيه والجماعه والحزب ايضا. استاذ حاتم خاطر كنت حضرتك تتحدث عن فكره محاوله اخضاع جماعه الاخوان المسلمين قانون الجماعات الاهليه او تفصيله على مقاس الجماعه، كنت حضرتك تشرح هذه المحاوله. يعني كنت بقول لحضرتك ان كان في مطلب عام بتغيير القانون علشان اعطاء يعني ادوات واعطاء حريات للمجتمع المدني في اطار من القانون وفي اطار من التقنين واطار من المراقبه كمان الحكوميه اللي بده تكون موجوده. فالقانون اللي كان بيدرس في هذا الوقت في مجلس الشورى الحقيقه هو كان بيعطي حريات يمكن اكثر من الحريات اللي كانت موجوده في القانون 84، ولكن كان في بعض الملاحظات الكثيره اللي احنا كنا اعترضنا عليها، كان من ضمنها وجود فكره الهيئه الجماعه. والحقيقه كان في لجنه اللي موجوده في الشورى في هذا التوقيت مسحت كلمه الهيئه الجامعه، ولكن تم تطويع التعريف بتاع الجمعيه المركزيه بحيث يستوعب هذا الفكر للهيئه الجامعه. الحقيقه الموضوع ده يعني فكره اصلا يعني فكره الدوله الحديثه. فكره الدوله الحديثه بتعمل حاجه اسمها الفصل ما بين السلطات. يعني حتى في اطار الدوله القانونيه في فصل بين السلطات، سلطه تشريعيه، سلطه تنفيذيه، قضائيه الى اخره. فاعتقد ان غير مقبول ان جماعه تكون عندها هذا يعني ذراع سياسي اسمه حزب، وذراع اجتماعي اسمه جمعيه، وذراع اقتصادي اسمه شركات. اعتقد الموضوع ده محتاج مراجعه من القائمين على جماعه الاخوان المسلمين، ان مفهوم الدوله الحديثه لابد ان يستوعب. يجوز هم يعني متاثرين بدوله الخلافه اللي كانت موجود في عصور مضت، هذه العصور كان ليها ادواتها قد تكون مناسبه في هذا التوقيت. النهارده في اختلاف في الادوات، النهارده حضرتك في هذه القناه مثلا انت حضرتك تقدر تجيبي مدير للقناه خراجه بشعر اصفر ومن الغيبه وصاحب القناه يقول له والله انا توجهي مش عايز كذب، او انا توجهي يعني عاوز كذا او عاوز كذا. النهارده اصحاب البلد اهل مصر بيقولوا كلمتهم. السلطه التنفيذيه النهارده هي الحكومه، هي دي جهه المفروض بتكون مختلفه. يعني عشان كده فكره الحكومه التكنوقراط. يعني هنا الاستاذ دكتور هاني كان اشار قبل شويه للقرار اللي حضراتكم اتخذتوه في اتحاد الجمعيات الاهليه، وبناء عليه تم توجيه الانذارات الثلاثه اللي اصبحت الجمعيه منحله وفقا للقانون بعدهم. احنا تابعنا الاجتماع اللي حصل والتوصيه اللي اتخذت. لو حضرتك تذكرنا بحيثيه القرار اللي وصلنا له. انا بس عاوز اصلح حتى يمكن الدكتور هاني برضه يصلحها لي. يعني فكره ان في ثلاث انذارات ما يجوش ليها تبقى منحله من تلقاء نفسها، اعتقد ان دي مش فكره انا ما بقولش يعني يمكن هي ما استنفذت الفرص اللي اعطتها لها الوزاره، وبناء عليه قرر الدكتور احمد بورعنا يعني لم تصبح مرحله الا بقرار الوزاره. ايوه بالظبط كده. وحرر فين السوق في الفعل؟ وده يمكن حاجه اسباب التضارب اللي
أسلحة بمخالفة للقانون
استيعاب حالته والتواصل مع اي من اعضاء الجمعيه. احنا حاولنا الحقيقه برضه بس للاسف ما كانش فيه برضه اتصال. يجوز نظرا للملاحقات الامنيه اللي كانت موجوده، الناس مش عاوزه تظهر في الصوره او هكذا. انما في النهايه حضرتك احنا في دوله قانون. دوله القانون بتتطلب اجراءات لابد ان تحترم من الجميع. القانون ياخذ الاجراء يعني طبعا مع الوزير رجل قانون استاذ قانون، فالاجراءات اللي هو واخدها الحقيقه بيراعي تماما ان هو يبقى ماشي قانوني في اتخاذه، علشان كمان حتى لو اتوعد يبقى هو عنده مبرراته اللي هو يتوعد عليها. جميل. وده بيرجع لي تاني للدكتور هاني، هل حل الجمعيه بعد اعلان القرار الذي لم يوقع عليه بعد زي ما حضرتك قلت، هل في اي وسائل اخرى للجمعيه والجماعه ان تطعم عليه، ولا هذا قرار هيبقى نهائي ونافذ مجرد اعلان؟ هو قرار نهائي لكن يمكن الطعن عليه من اي اعضاء مجلس الاداره للجمعيه في خلال ذلك، وتحدد جلسات وتنظر للقضيه. ولكن في اكثر من نقطه سنحرص الموضوع ده، لان قرار هذا اثبت مخالفات خطيره في مقر الجمعيه اللي هو نفس مقر مكتب الارشاد، زي حيازه اسلحه. عارف ان المقر مين دلوقتي؟ المقر اظن تحت تصرف الدوله تحت تحسس بسبب نوع ازمه الحياه العضويه. كان في مفرقعات، كان في اسلحه عمليه، ذخائر، كان في عمليات قنص واستهداف للمواطنين اثناء تظاهرات واحداث مقتله، توفى 9 مواطنين واصابات كثيره من المدنيين. كل هذه الوقائع مثبته في قرار الحرب، وبالتالي وايضا في هناك كمان تقرير هيئه المصوتين في القضاء الاداري اللي صدر من كام يوم، وهو يعزز القرار الذي ذهبت اليه وزاره التضامن، لانه اثبت هذه المخالفات واوصى بحل الجمعيه. لان يعني كان في قضيه منظوره امام القضاء الاداري فعلا بحل المجلس المصري. بالطبع الوزاره لا تشترط او لا تلتزم بانها تنتظر الفصل في القضيه، لان نقطه المشاره برضه عامله جدل، هل الوزاره لابد تنتظر حكم المحكمه لحل الجمعيه ام لا؟ لا، اقول لك بصراحه ان في ضوء تعطيل دستور 2012 وثوره 30 يونيو، الدستور المعين دستور الاخوان كان فيه نقطه عن ان لا يجوز حل الجمعيات الاهليه الا بقرار او بحكم محكمه القضاء الاداري. وفي ضوء تعطيل هذا الدستور يعود الامر الى مكان انه قرار اداري محض اتخذه وزير التضامن الاجتماعي. وبالتالي فالقرار سليم اذا تم اتخاذه من وزير التضامن، هو قرار سليم جدا حتى لو طعنت الجمعيه. اظن ان الحيثيات زائد التقرير بتاع المصوتين يؤكد ان المحكمه يكون طيب من الناحيه القانونيه من غير مثال، من الناحيه الواقعيه ما الذي يضمن عدم تكرار الامر بشكل عام حتى مش على اطلاق المسلمين؟ ان يكون هناك صراع هو جمعيه اهليه في ظاهره لكن هو يعني برهن اوجه لممارسه نشاط سواء كان سياسي وقانون الجمعيات الاهليه فيما اعلم يمنع الجمعيات الاهليه من ممارسه العمل السياسي، او انه تكون واجهه لانشطه اخرى غير المفترض ان الجمعيه مشاره من خلالها. طيب جميل، يرجعنا لقضيه القانون، قانون الجمعيات الاهليه، اي المشروع الذي يتم اعداده الان من لجنه شكلها دكتور بورعي بيرأسها حافظ ابو سعاده ومجموعه من اقطاب العمل الاهلي في مصر. وكان في مطالبات كثيره بتعديل او تغيير قانون الجمعيات الاهليه، وبناء على ذلك الدكتور بورعي اتاح لكل الجمعيات الاهليه في مصر انها تضع قانونها بنفسها. هو لان كان ليهم مطالبات وطالبين تحرير العمل الاهلي في مصر، فلذلك هم يضعوا قانونهم سيتم عرضه على التوسط المجتمعي. اللجنه ستقدم مشروع القانون للدكتور بورعي 19 هذا الشهر. بعد ذلك سيتم عرضه على التوافق المجتمعي لمده اسبوعين او 3 اسابيع، بعد ذلك تصاغ الصيغه النهائيه او الشكل النهائي للقانون ليتم تمرينه. القانون ده سيكون فيه محددات للعمل الاهلي في مصر، من ضمنها بالطبع اشتراط ان الجمعيات الاهليه لا تعمل في السياسه، لا تشكل ميليشيات عسكريه، لا تلجا لاي عمل سري او عمل اجرامي زي ما حصل في واقعه المقطم. كل هذه الحساسيات سيتم تضمينها في القانون. جميل، على ناحيه القانون، القانون يمكن عليه تضمن هذه الشروط الموجوده. الرقابه. الرقابه الحقيقيه والدقيقه، وتسهيل دور الاتحاد العام للجمعيات في رقابته على الجمعيات، وده نقطه مهمه جدا اشار اليها حبيبي. لابد اخضاع كل الجمعيات لانها تكون في نظام هيكلي واحد للاتحاد، حتى يتم التدقيق والمراقبه، زائد دور الوزاره طبعا في الاشراف والتفتيش على الجمعيات. زائد دور المجتمع نفسه. المجتمع المصري بعد ثورتين عظيمتين لازم ان هو يكون
واعي وصاحي لاهداف ثورته، ان هو لا يسمح لاحد ان يخدعه باسم الدين او ان يتحايل عليه في وجهه ستار للعمل الاجرامي. وانا اظن زي ما انت قلت المصير مستعد، اظن جمعيه او جماعه اخوان المسلمين لن ترجع مره اخرى للاختباء خلف ستار، لانها ستعود الى تحت الارض كما زارت من تحت الارض. طب اي حتى عن جمعيه الاخوان المسلمين او جماعه الاخوان المسلمين او حزب الاخوان المسلمين، الكائنات اللي هي يعني ليس لها شكل محدد واللي اصبح بعضها بيلجا الى عمل احزاب سياسيه لتكون ذراع سياسي ليه، ولو المره في السنه اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا بدانا نسمع هذا التعبير الذراع السياسي لكذا لجماعه اسلاميه مثلا جبهه سلفيه او لما الى ذلك. في بعض الكيانات موجوده انا ما اعرفش هي اذا كانت تندرج تحت جماعات الاهليه ولا زي جمعيه الشرعيه مثلا جمعيه انصار السنه، غيرها من الانشطه اللي اتخذت شكل خيري وفي نفس الوقت تقوم باعمال تطلق عليها دعويه ومؤخرا بدا ان يكون لها واجهات سياسيه. دي محلها ايه من الاعراب فيما يتعلق بالجمعيات الاهليه او الجمعيات السياسيه؟ بيرجع لنا مطالبتنا لجنه الخمسين التي ستضع مشروع دستور مصر انها تضع ماده صريحه بعدم استغلال الدين في السياسه، لان هي النقطه دي اللي فتحت الباب لتشكيل واجهات سياسيه لكيانات على اساس دين، سواء جمعيات او اتجاهات او طيارات سياسيه يشكلون اثر سياسيه زي ما حضرتك قلت. فالدستور المصري اذا نص صراحه على تجريم الاستغلال الدين في السياسه سيتم بالتاكيد تصدى في قوانين لاحقه لمنع هذا من ازاي في الناحيه العمليه؟ انا جمعيه انا جمعيه دعويه اقوم باعمال خيريه، عندي مستوصف، عندي مستشفى، عندي جامعه، عندي خطيب، عندي كتب براءه لها ومصريين خاصين بيا، ثم قررت ان اعمل حزبا سياسيا وانا بقول انه مفصول عنها وان هو اداريا غير تابع ليها وان العضويه فيه ليست على اساس الدين او على اساس الجنس او على اي شيء اخر، لكن ما هو معروف دينيا هو ان هذه الجماعه منبثقه من هذه او هذا الحزب منبثق من هذه الجمعيه. ازاي حضرتك تقدر على الارض انك تبرر هذا الفعل او تتبعه؟ ايه سبب فكره ان هو معروف دينيا او اذا اعلنت هذه الجمعيه او الحزب اعلن ان في ارتباط حقيقي ما بين هذا الكيان والكيان الاخر، الكيان الدعوي والكيان السياسي، ده بالتاكيد هيكون مصدر تجريم ليه. لكن في حاله الفصل وعدم الارتباط او الاعلان زي ما قلنا بنسمع ان هم نفسهم يعلنوا ان احنا الذراع السياسي لجمعيه الاخوان، الذراع السياسي للجماعه الاسلاميه وهكذا. لكن ممكن يعلنوا ايضا في كل وقت الحزب منفصل عن الجماعه، دلوقتي كل كيانات الحزب اللي مستغربه من النيابه لا علاقه لنا بالجماعه، الجماعه منذ دخلنا في الحزب في كلام نظريا عن الفصل رغم انه عمليا على الارض ما كانش موجود. ومجرد انه يعلن ان هو ذراع سياسي لجمعيه او لجماعه او لغيره فده في حد ذاته قرينه ضده. يعني ما بيعلنش وسائل الاعلام يعني التسجيل لا هو المكان بيعلن والتسجيلات موجوده في الترجيبات كلهم كانوا بيعلنوا ان الذراع السياسي او الشكل السياسي لهذا التيار او ذاك. اذا القانون نرجع تاني لقانون الجمعيات الاهليه والذي ينظم الذي ودي التبديل دعوه للجنه المشكله بخصوص حافظ ابو سياده والجماعه المتميزه اللي معاه ان هم يكونوا حريصين على اخراج ماده في هذا القانون يعني تدقق في هذه النقطه وتمنع التسلل والتسلل. فدي دعوه انا اليوم طبعا يعني معالي الوزير هيوجه ليهم النصيحه دي او المعقوله دي. يعني انا هنا للاستاذ حاتم بسال حضرتك، الجمعيه الاهليه كعمل يعني المعروف عنه معظم الناس انها عمل في قدر من التطوع والتجرد وانه يبحث عن هدف سواء كان هذا هدف تنمائي او هدف خيري او ما الى ذلك من الاهداف او دعم حتى جماعه بعينها. دائما كان هذا هو النقطه التي تتسرع منها الجماعات الدينيه سواء كانت جماعه محسوبه مثلا على التيار السلفي او على جماعه الاخوان المسلمين وهي الخدمات الاجتماعيه. وضع المستوصفات مثلا او الجوامع او المشاغل او غيرها من المشروعات اللي هي كانت بالاساس بتستغل لتصبح بعد كده نقط يتم تحويلها الى اصوات في الانتخابات. كيف يتم تقديمها او التعامل معها في راي حضرتك؟ ارجع تاني لفكره الدوله الحديثه وفكره الفصل بين السلطات وفكره دوله القانون. النهارده لو احنا عاوزين فعلا نبقى دوله قانون لا يجب باي شكل من الاشكال ان احنا نتعامل مع الميلات، احنا نتعامل مع الوقائع. لو احنا عاوزين نتعامل بشكل قانوني بشكل مؤسسي بشكل في دوله حديثه بالفعل. يمكن حضرتك برضو ذكرتي اسم الجماعه الشرعيه او جماعه يعني انا طبعا يعني ما
اعرف الشيخ انصار السنه ما اعرفهوش، انما اعرف جمعيه القضيه الشرعيه الحقيقه اعتقد الناس دي فاصله تماما وليس لهم علاقه بالسياسه بالمره، بيعملوا اعمال خيريه فيما هو معلن فيما هو على الارض بالفعل. اذا عايزين نعمل اتهامات لهم لابد ان تكون مستندات. يعني عايزين نفهم ازاي ده يتم توظيف هذا الامر، يبقى معلوم حتى للناس ان هذه الجمعيه تتعامل تتبع تيار بعيني، فبالتالي هي بتوظف حتى لو بشكل ضمني اي حاجه بتعملها على الارض لصالح الحزب اللي معلوم ايضا ان هو بيتبع نفس التيار. لكن الجمعيه الشرعيه لا تتبع للحزب، يعني الجمعيه الشرعيه دي جمعيه منشاه من اكثر من 100 سنه تقريبا، وعملها كله في المستوصفات في الميلاد في كذا، انما يعني هي الفكره كلها النهارده ان احنا علشان نتعامل مع دوله قانون. يعني انا طبعا يعني معالي الوزير برضه عمل حاجه جميله جدا او كان امبارح او النهارده، كان في اتهامات وجهت لجمعيه رساله ان هي برضه سلاح المخدرات ومش عارف ايه. اعتقد ان الوزاره قامت بفحص الجمعيه والتفتيش، واعلن معالي الوزير ان هو نتيجه التفتيش اقترح ان ده ليس له اي علاقه بين الجمعيه. يعني اللي عايز اقوله ايه؟ احنا للاسف الشديد اننا بقينا مجتمع عنده شك دائما، بنشك في بعضنا، بقينا مجتمع عندنا في مشكله ثقه في المجتمع. المشكله دي نتيجه ثقافه موجوده الحقيقه، الثقافه دي لابد انها تتغير شويه. نتيجه تقدر انها بالقانون حايل على القانون. اكيد في ممارسات خطيره، لابد ان الممارسات الخطيره القانون يبررها. يعني انا فيما يتعلق مثلا بموضوع التمويل الاجنبي اللي كان اثير في القانون القديم والقانون الحديث ايضا، في كلام كتير على موضوع التمويل الاجنبي. بيتم اتهام الحامل بالنابل. النهارده لو احنا عايزين نبقى في دوله مؤسسات لابد كل الاجهزه تشتغل بكفاءه، اجهزه الرقابه تشتغل بكفاءه، اجهزه التفتيش تشتغل بكفاءه، الجمعيات اللي يثبت عنها فعلا ان هي استخدمت المجتمع المدني سواء لاسباب سياسيه او اجندات اجنبيه او فساد مالي لمصالح شخصيه او الى اخره. هذا اللي هنتكلم عنه تاني، وهي من الذي يراقب وكيف يمكن الوثوق في اليه المراقبه. شارع مصطفى النحاس على بعد 20 متر تقريبا منزل السيد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه. هذه المنطقه اشبه الان بالثخنه العسكريه المتكثف لقوات الامن المركزي اضافه. نعم نعم، هنا يعني تكثيف امني لقوات الشرطه وقوات الامن المركزي اضافه بالطبع الى انتشار مكثف لفرق المباحث التابعه الى مباحث شمال القاهره بقياده العميد عبد العزيز خضري. تقوم هذه الفرق على استجواب الجيران وشهود العيان الذين حضروا وقت وقوع حادث الانفجار صباح امس الذي كان يستهدف ركاب السيد وزير الداخليه. كان السيد وزير الداخليه قد وصل هنا منذ ساعه تقريبا، يعني لاحظنا تكثيف امني قبل وصوله، لاحظنا ايضا تعاون ما بين المواطنين وما بين قوات الامن من خلال اختفاء السيارات بصوره كبيره في الشوارع التي من المفترض ان يمر بها ركاب وزير الداخليه. اللافت في الامر او النقطه التي اود ان اوضح اياها هي ان قوات الشرطه قامت بايقاف احد العناصر الاجنبيه وهو الماني الجنسيه بعد تواجده في هذه المنطقه التي اتواجد بها الان، وكانت معه كاميرا صغيره يقوم على تصوير الشوارع المؤديه الى منزل وزير الداخليه. وبالطبع قامت قوات الشرطه باتخاذ الاجراءات اللازمه تجاهه، فتش واطلع على الاثبات الشخصيه الخاص به وتم صرفه بعد ان تم التاكد من انه صحفي وليس لديه اي شبهه. العقاب
العقار الذي خلفي الان هو العقار رقم 17 والعقار بجواري رقم 18، هم العقاران اللذان لحق بهما الضرر جراء حادث الانفجار صباح امس. العقاران هم 6 طوابق، الطابقان الاول والثاني من العقار رقم 17 عباره عن مول به محل ملابس حريمي، وباقي الادوار في هذا العقار عباره عن شقق سكنيه. بعض وسائل الاعلام كانت قد اذاعت مساء امس ان هذه العقارات كانت خاليه من السكان، الا اننا بدخولنا الى هذه العقارات ثبت لنا وجود سكان بكامل الادوار، وعندما دخلنا الى داخل الشقق والغرف داخل هذه العقارات وجدناها مكسره و الاثاث شبه مكسر وبها العديد من التلفيات. التلفيات لم تقتصر على هذين العقارين فقط، بل لحقت اضرار اخرى في المسجد الموجود خلفي الان وهو وسط العقارين. اود ان اشير ايضا الى انه كان هناك تكثيف امني في تمام الساعه 5 مع خروج 3 مسيرات لجماعه الاخوان المسلمين او العناصر تابعه لجماعه الاخوان المسلمين من مسجد الايمان ومن مسجد السلام ومن مسجد اخر يعني ربما لا نعلم اسمه. هذه المسيرات تحركت وسارت في شوارع مدينه نصر وانتهت فعالياتها بسرعة، لم يتم حدوث أي اشتباكات أو مشادات ما بينهم وما بين الجيران أو ما بين سكان المنطقة. أما بالنسبة لمسألة حظر التجول فكما أنت تلاحظين الآن سير العديد من السيارات خلفي، ربما هم من العالقين في حظر التجوال أو ربما هم من تأخروا في الخروج، ولكن قوات الشرطة والجيش المتواجدة في مدينة نصر تؤكد أنها تتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك من خلال التفتيش والاطلاع على إثبات الشخصية وضبط من يستحق الضبط في هذا الوقت. يعني ربما هذه آخر التطورات لدينا. شكرا لك محمد جمال على كل هذه الأحداث التي تتكلم في سورتها. محمد جمال الذي استطلع لنا الأحوال الميدانية في المنطقة المحيطة بمنزل وزير الداخلية التي شهدت انفجار الأمس وحصل لنا بعض التلفيات التي تحدث عنها الأهالي، كما أوضح لنا أو رسم لنا صورة للتدهورات التي خرجت من حوالي 3 أو 4 أماكن في مدينة نصر والتي انتهت كما يقول دون أي احتكاكات مع المواطنين وتصرف أصحابها. أرجع إلى ضيفي على الهواء مباشرة وأتحدث مرة ثانية عن فكرة قانون الجمعيات الأهلية الضمانات التي يعني سيحاول أن يضعها للفصل بإمكانك. نفهم عندما تعمل مع جمعية جمعية أهلية تقوم بالغرض الفلاني ولا تبتغي وراء ذلك سبيلا، مش هتبحث عن ترجمة الأصوات في الانتخابات مثلا، عن أنواع الشائعات اللي تلحق ببعض الجمعيات. الأستاذ حاتم أشار إلى شائعات لحقت بجمعية رسالة حققت فيها الوزارة وأثبتت عدم دقتها. هل في آلية واضحة لدى آلية محاسبة على الجمعيات أن تخضع لها وأن تبرد صحتها أمامها بحيث أنها تظل صورتها واضحة أنها لا تستعمل مقراتها أو أي من إمكانياتها لصالح أغراضها اللي هي عملت عنها فعلا؟ طيب أنا هتكلم في الموضوع ده في جزئيتين. أول جزئية دور القانون وده متروك للجنة اللي بتضع صياغته، لأن أنا هتعب عنها وإن هي تحاول يعني توظف هذه النقطة بدقة شديدة. وطبعا في بعد كده حوار مجتمع موسع سيتم برضه إضافة أي تعديلات في دور المواطنين وغيرها قبل إقرار هذا القانون. النقطة الأخرى وهي الأهم هي زي ما أنت قلت الجمعيات ونشاطها واستخدامه بالغير الظاهر من النشاط الاجتماعي الخدمي المعلم عنه. طيب في 3 عناصر بقدر نتكلم فيهم في الموضوع ده. أول شيء هذه الجمعيات قد تستغل نشاطها في انها تحشد الناس او غيره يدفع او يعطيني سيطق لمحاسبه يعني او يصنع كل مثلا مثلا صعبه تحصل على امتيازات يعطيني سيطق لاعطيك العلامه اللي هي او معالجك او غير كده. ده اذا ثبت يتم محبطه. اما اذا كان الخدمات تمنح للمسيحيين فلا يقدرش يتكلم فيه حتى لو كان هو له هدف ان يعطي شكل نمطي او يعطي مظهريه تمشي تسير في اتجاه معين، في اتجاه مثلا التيارات الاسلاميه، اما الاموال التي نخدم الطبيب والخدمات ده نشاط ليهم ولا شطار فيه. طيب يبقى الدور الثاني ايه؟ دور الدوله ودور المجتمع المدني ان هو يعني يتسابق مع هذا في الخدمات، وده
مشروع ضخم احنا يعني وزاره التنميه الاجتماعيه بتتبناه بالتعاون مع وزارات اخرى وبمساعده او بالاعتماد بشكل اساسي على شباب السنه. وده مشروع بدانا فيه في التحضير لتطوير وتدمير العشوائي. تطوير وتدمير احنا بنتكلم هنا على مستوى التمويل الشكلي ولا على مستوى التنميه وايجاد فرص عمل وايجاد يعني نمط حياه. احنا جزء ده جدا من مشكله جماعات التيار الاسلامي السياسي انها كانت تستغل الفراغ الذي تتركه الدوله انها تظهر اكثر عندما تغيير الدوله. ايه اشكال حضور الدوله اللي حضرتك بتتصورها او الخطه اللي انتم وضعتوها لملء هذا الفراغ؟ عشان كده انا قلت تطوير وتدمير العشوائي، لازم تدمير الشكل فقط. والتطوير ليس للمكان، التطوير للانسان قبل المكان. جميل، ازاي بقى؟ سنعمل على الانسان، نتعامل معه على انه هو المحور هو الاساس. الانسان المصري يستحق بقدر ما شاف السيره. وتم تجاهله وبالذات في الاماكن الاكثر احتياجا، مناطق العشوائيات وغيرها. تم تجاهله ولديه احتياجات لا تلبى من خدمات سواء خدمات بنيه اساسيه او خدمات اجتماعيه او خدمات روحيه او رفع الوعي بشكل عام. كل هذا متضمن في المشروع. اذا هنشتغل بشكل شامل بشكل اللي بيسموه الهوليستيك ابروتش اللي هو المدخل الشامل للتنمية. هنبدا ب 10 مناطق عشوائيه بشكل مبدئي ثم نتوسع بعد ذلك. هذه ال 10 مناطق هنتعامل معها على انها انسان يحتاج لتطوير ومكان يتم تطويره وتنميته وتكبيره. هل المشروع ده في متناول امكانيات الوزاره وميزانيه الوزاره؟ هذا المشروع تم التحمس له بشكل شديد جدا من الوزاره بشكل كامل، يعني مش ما بقتش فقط وزاره التنمي الاجتماعي والاجتماع احنا كمان يعني صاحب السبت في تبني هذا المشروع، لكن كمان تدخلت معنا وزاره الاسلام المهندس ابراهيم محلي بالقب وفعلا يعني متحمس جدا، معنا وزاره التنميه المحليه، معنا وزاره الشباب، ويعني المتبرعه مبدئيا ب 10 مليون جنيه مبدئيا يعني. كمان معنا وزاره الثقافه وزاره الاثار لفكره الخدمه الشامله او المتكامله رفع الوعي المتكامل. وزاره الصحه بالتاكيد لان احنا عندنا برامج صحيه مهمه كمان هننشف كل منطقه بوحده صحيه. الفكره ايه؟ ان احنا هننشف كل منطقه ايه الخدمات اللي بتحتاجها ونقدمها لها سواء على كل هذه المساله بتمويل حكومي ولا هيكون في دور في المسارين في المسارين في تمويل حكومي بشكل مبدئي وهنفتح الباب للتبرعات ونعمل حمله قانونيه للتبرعات لهذا المشروع. احنا عايزين نفتح الباب للشباب وبعد كده اي حد وطني يخلص هيتبرع وهيتداخل معاه. اعتقد ان زي ما سالنا كمان الجماعات الاهليه استاذ حاتم اكبر من انتم زي منطقه عمل ليكم لازم الجماعات الاهليه موجوده بشكل اوسع حتى من الحكومه في مناطق عشوائيه كتير وعندها بعض الانشطه اللي موجوده فيها حتى لو كانت جزء من المعزله. هل ممكن مشروع زي ده يكون الهام او يعني خطوه في ان انتم كمان تعملوا تكامل بين أنشطة الجمعيات الموجودة على الأرض في الأماكن دي وتقدموا عمل موازي أو تقدموا عمل موازي كامل يعني؟ تمام، هو طبعا يعني أنا سعيد جدا بالكلام اللي بيقوله الدكتور هاني إن المدخل دائما يكون كرامة الإنسان. يعني إزاي إن إحنا الإنسان المصري ده نحترم كرامته؟ العشوائية مش بس عشوائية أماكن وجغرافيا، لا في عشوائية فكر وفي عشوائية تصرف وفي عشوائية في كل حاجة. الحقيقة للأسف الشديد نتيجة سوء التخطيط على مدار عشرات السنين إنشأت هذه العشوائية. لو كرامة الإنسان مش هي اللي تبنى هنتوقع كل التلاعبات اللي مش خايفين منها من استخدام المال السياسي، من استخدام الأجندات الأجنبية، من استخدام المدخل الشامل اللي ذكره الدكتور هاني الحقيقه مدخل محترم جدا. احنا نبص الهوليستيك ابروتش ده وكل المحاور بتاعت العمل ونتعامل معاها والفوكس بتاعنا التركيز بتاعنا على كرامه الانسان. حاجه من نفسي اشوفها بقى قلت لهم حضرتك قلت لها ان ازاي نعشق كل الجهود بقى مع بعض. يعني الحكومه احنا مشكلتنا في مصر تعودنا ما بنعرفش نشتغل على الجماعه. كل واحد في جزيره منعزله. فالنهارده حتى جوه الكيان الحكومي النهارده في اسم بيت تطوير عشوائيات. في يعني انا بشرف ان انا مع الفنان محمد صبحي في مؤسسه معاني لتطوير العشوائيات. يعني لابد من لان برضه مؤسسه معاني داخله بالمدخل الانساني وبيتم دراسه الحالات قبل ما تبقى يعني اعتقد ان احنا في فكره التكامل او التعشيق زي ما حضرتك سميته في هذه المساله تراث وشمالين من عدم الثقه التبادل في تبادل بين الجماعات
وبين الحكومه وبين حتى الشارع. انت هتلاقيه هنا على الصوره المتتاليه مدونه من الخارج اهداف تعريب بتعهد غير انسانيه، وهي اشياء كثيره جدا من تراث عدم الثقه اللي ممكن نقول انه في مثلث ثلاث اضلاع دلوقتي. ازاي هتقدر تتجاوز حضرتك عشان تقدر تعمل عمل متكامل يبقى فيه هذا التكامل في صوت رقابه على الجميع وعلى الجميع بالظبط. يعني للاسف الشديد، للاسف الشديد يعني هو تغيير الثقافه ده ما بيجيش بمحاضره ولا بقرار. تغيير الثقافه ده عاوز ممارسات متكرره على فترات طويله، ومحتاج نرسخ فكره دوله القانون. خد بال حضرتك، فالثقافه هتبتدي من الاولاد في المدارس، ازاي نثق في بعض، الجيران، الاهل، النهارده الاسره يعني ما بتثقش في عيالها، المدرس ما بيثقش في طلبه. طب فالنهارده لازم نشتغل على الثقافه دي. لازم انا اتصور او اتمنى في مصر الحديثه دي نشوف ناس تبتدي تشتغل التفكير الاستراتيجي. وانا يعني الحقيقه سعيد بالكلام اللي بيقوله الدكتور مصطفى حزازي مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الاستراتيجيه. الراجل ده طبعا الراجل بيفكر استراتيجي، الراجل بيحط وقال احنا في مرحله تاسيس. جميل، كل هذا الكلام في مرحله تاسيس من الكلام النظري الكبير جدا الى خطوات فعليه. الدكتور هنا بيتكلم دلوقتي عن مشروع طموح جدا مفترض انه في وزارات كثيره اخلاق، ازاي هتتحول الى اجنده عمل ممكن ما تلمس فيها تطورات، ازاي يتم ادماج الجامعات الاهليه، ازاي تخطي عقبات عدم الثقه وتفعيل الرقابه، لان كثير جدا من المشروعات دي بيكون العقبه الاساسيه فيها هي عدم ثقه المواطن في ان الفلوس هتروح لنفس الاماكن وغياب الرقابه واشياء كثيره جدا حضرتك تعرفها من التراث السيء للعزمه. ده يخليني اقول لك ان احنا بنشتغل اول نقطه ان احنا نبني الثقه مع سواء مع المجتمع بشكل عام او مع المناطق اللي احنا اخترناها للتطوير. بنعرف ان طبعا حته طبعا احنا على سبيل الاخبار يعني في هذا البرنامج بمناطق احنا بنجمع ب 10 مناطق متوزعه على القاهره الكبرى على الاسكندريه في القاهره في منطقه في دار السلام ومنطقه في حلوان وكذلك في الجيزه منطقه الكنيسه وفي الاسكندريه سنه 2019 منطقتين. هذا الحقيقه اللي ذكرتها اللي هي دار السلام والعمر وفين كمان؟ ورمل الدولاء فيها برضه بنختار احدى المناطق فيها وكمان في الكنيسه في الجيزه والاسكندريه بنختار فيها منطقتين. هذه الاماكن هتبقى هي الخطوه الاولانيه في مشروع تطوير العشوائيات اللي الحكومه هتتبناها في الايام القادمه. هي من جهاز كده صغير على الشكل الصغير علشان بعد كده تبني هذا المشروع بشكل عام ويتم بناء الثقه مع المجتمع. وبناء الثقه عندنا دي خطوات مهمه قوي. احنا هندخل هذه المناطق بفرق عمل من الشباب، من شباب السنه. وفي فريق عمل متطوعين ومتطوعين ومنتفعات لتحصيلها كمان. يعني احنا بنراعي كل الابعاد. كمان في اولويه الابناء الاحياء دي. لسه هكملك لو سمحت عليه. احنا كل فريق عمل من 20 فرد، من 20 شاب من شباب السنه. وسيتم اختيار وانتخاب 20 شاب اخرين من كل مكان، من كل منطقه تم اختيارها. يتم الانتفاع ما بين المجموعتين. يعني احنا يهمنا نبني يعني كميه ليدرز يعني يعني
الشرطه ممكن اذا بدات فعلا تم تنفيذ حتى لو على مدات قصيره زي ما حضرتك قلت عشان يعدي من النموذج ده، هل النموذج ده ممكن استلهامه بشكل موازي؟ يعني انا بعرف ان في مناطق هنا موجوده في مناطق حتى لم تصل اليها الحكومه من قبل، وفي مناطق بعدها في جهود تطوعيه عملها شباب ومبادرات فرديه وقدروا يعملوا ولايات حتى بعدها شبه اللي بيتكلم عنها الدكتور هيمه من تطوير الانسان وتعافي الناس، هل ممكن ده يعتبر ممكن يكون مجال للتنافس بينكم وبين العلم؟ بالظبط، يعني النهارده يعني حاله فكره عدد الثقه، عدد الثقه هتكون ازاي؟ عدد الثقه هتكون اول حاجه لابد يكون في مشاركه حقيقيه للناس. الناس بتشارك وتحس ان هي جزء زي الشباب اللي موجودين في المناطق او الجمعيات اللي موجوده في المناطق. طب عشان الناس تتشارك لابد ان يكون في معلومات وفي شفافيه موجوده ويكون في يعني احساس بان في حد هيتحاسب كمان. الناس محتاجه تشوف عمل ذات مش كلام، محتاجه تشوف شغل على الارض، ويكون هذا الشغل بتخطيط مجهود عراقي. لو عرفنا ناخد هذه الخطوات العمليه هنبتدي نبني الثقه في المجتمع. حتى لا يكون ان احنا بنبذل جهد مزدوج ونقدر طاقه ووقت. انتم بالفعل عندكم ارض تدريس، عندكم قرعه بيانات موجوده بعد جامعات هي بالفعل اشتغلت على اعلام مشاريع بشكل طبيعي، ممكن بعدها حتى تتفوق على الوزارات المعنيه باشكال مختلفه في بعض المناطق. هل الوزاره هتقول علينا تبدا من الاول يعني احسن من قبل تكمل التوصيل؟ لابد الحقيقه يبقى في توصيل كامل ما بين الوزاره وما بين الاتحاد، لان الاتحاد زي ما قلت لحضرتك عنده مجموعه من الاتحادات الاقليميه اللي بتشتغل على مستوى الجمهوريه والاتحادات النوعيه اللي بتشتغل بطريقه تخصصيه. يعني في جمعيات بتدخل مع بعض في اتحاد نوعي مثلا للعقيم او اتحاد نوعي عشوائيات او نوعي للصحه وهكذا. لابد المنظومه النهارده لو احنا عاوزين نبني مجتمعنا بطريقه جيده لابد الدوله النهارده تساعد في القانون الجديد اللي بيطلع تاني على تنظيم هذا المجتمع بشكل من القاعده للكلمه مش من كلمه للقاعده. يعني النهارده لو احنا عرفنا ان احنا نجمع كل الجمعيات اللي شغاله في قريه ما أو في حي كويس ويبقى في قاعده بيانات ومعروف مين بيعمل ايه فين، والمجموعه دي في القريه دي يشكلوا قانون اتحاد في القريه. انتم من انتظار اطار قانوني يعني يحكم الفرصه المستعده؟ طبعا طبعا. يعني النهارده حضرتك عشان تقول للناس اشتغلوا مع بعض، الشاء والتروس دي مع بعض عشان نعرف نشتغل مع بعض، عشان نعرف الحكومه عندها ايه، واحنا كمان نقدر نسد الفجوه دي نعرف عندنا ايه. من غير ما يبقى في معلومات، المعلومات دايما بتضايق اي حاجه. صحيح. ومن غير ما يكون في شفافيه لو صح مش هنعرف نشتغل. الرقابه اللي حضرتك ذكرتيها علشان تنافي اي تجاوزات دايما في دائره من الرقابه. رقابه خارجيه ورقابه داخليه. الرقابه الخارجيه انت لما بتجيب مراجع حسابات خارجي بيجي لك مره في السنه مرتين ثلاثه لو هو شاطر قوي يجي لك اربع مرات. لكن انت عندك لابد رقابه ذاتيه موجوده 24 ساعه. الرقابه الذاتيه دي يعني من اهل كل صنعه او من اهل كل مجتمع. المجتمع الاهلي اذا ما عرفش يعمل رقابه ذاتيه او رقابه ذاتيه من نفسه واخد بال حضرتك هيبقى في دايما تساؤل الاداء الحكومي يعني اعتقد ان النقطه مهمه جدا انها تكون واضحه جدا عند الجمعيات الاهليه. انا بشكر حضراتكم على الكلام جميل وما يدرك من رائع حتى بعض المخططات، لكن بانتظار ان يتحول الى خطوات على الارض يستطيع المواطن ان يسعى ويشعر بها ويشعر ان الدوله تهتم به وتعمل من اجله. بشكر الوفيه، بشكر الاستاذ حاتم خاطر رئيس اتحاد الجمعيات الاهليه، بشكر الدكتور هاني من المتحدث الرسمي باسم وزاره التضامن الاجتماعي ومشاهدينا مستمعين معكم في هذه التغطيه. على قليل اعود لاستكمال هذا اللقاء بعد هذه الفتره القصيره. Thank you.